وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أحبك بالله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. عندي سؤالين معلش يا مولانا. تفضل. السؤال الأول، هل يجوز استلام فلوس الأضحية؟ أنا عايز أضحي بس ممكن أجوز إن أنا أستلف الفلوس بتاعتها؟ هل يجوز أن تقترض أموال الأضحية؟ من ناحية الجواز جائز، لكن هل هو الأفضل؟ الأفضل ألا تستدين من أجل الأضحية، لأن الأضحية سنة مستحبة ليست بواجبة. أما إذا اقترضت فواجب عليك سداد الدين، سداد الدين، وستسأل يوم القيامة عن هذا الدين. وبالله التوفيق.